لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قال ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره: قالت سارة لما بشرت بإسحاق أنها تلد تعجبا مما قيل لها من ذلك. إذ كانت قد بلغت السن التي لا يلد من كان قد بلغها من الرجال والنساء، أي غالبا يعني. وقيل إنها كانت يومئذ ابنة 99 سنة، وإبراهيم ابن 100 سنة. وقد ذكرت الرواية فيما روي ذلك عن مجاهد قبل. وأما ابن إسحاق، محمد بن إسحاق يعني، قال: كانت سارة يوم بشرت بإسحاق فيما ذكر لي بعض أهل العلم ابنة 90 سنة وإبراهيم ابن 20 و100 سنة. هذا لا يصح والله أعلم، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار وهو فتى ثم هاجر، وهاجرت معه سارة، فمقتضى ذلك أنها كانت مولودة، لأنه كان فتى، يعني اختلفوا في قدر هذا، لكنه كان شابا. والله أعلى وأعلم. المشهور أنها ابنة عمه. وقوله يا ويلتى، ويا ويلتى كلمة تقولها العرب عند التعجب من الشيء والاستنكار للشيء، فيقولون عند التعجب: ويل أمه رجلا ما أرجله. هذه من الكلمات التي غيرت عن أصل معناها. أصل الويل العذاب، ولكن استعملت في التعجب وفي الإنكار وفي الحث أحيانا أو المدح: ما أرجله. زي ثكلتك أمك، تربت يمينك، تربت يداك، وأبيه أفلح وأبيه، لم تعد يقصد بها أصل معناها. قال: وقد اختلف أهل العربية في هذه الألف التي في يا ويلتا، فقال بعض نحوي البصرة: هذه الألف حقيقة، إذا وقفت قلت يا ويلتاه،
وهي مثل ألف ألف الندبة. يا مصيبتاه، يعني ندبة يعني زي بيندبوا يعني، أو فلطفت من أن تكون في السكت، وجعلت بعدها الهاء لتكون أبين لها وأبعد في الصوت، ذلك لأن الألف إذا كانت بين حرفين كان لها صدى كنحو الصوت، يكون في جوف الشيء فيتردد فيه فتكون أكثر وأبين، عشان كده بيحطوا لها الهاء وبعدين ساعات تحذف. وقال غيره: هذه ألف الندبة، فإذا وقفت عليها فجائز، وإن وقفت على الهاء فجائز. وقال: ألا ترى أنهم قد وقفوا على قوله: ويدعو الإنسان، هي أصلها ويدعو الإنسان، فحذفوا الواو وأثبتوها، لأن ده فعل مرفوع، ولكن لأنه بعده الألف بتاعت الألف واللام فيستسهلون حذفها. وقال: وكذلك ما كنا نبغي، هي أصلا ده فعل مضارع برضو، ليس هناك إيه ما يلزمه ولا ينصبه عشان تحذف الياء، قالوه بالياء وغير الياء. قال: وهذا أقوى من ألف الندبة وهائها. قال: والصواب من القول في ذلك عندي أن هذه الألف ألف الندبة، والوقف عليها بالهاء وغير الهاء جائز في الكلام لاستعمال العرب ذلك في كلامهم، يعني هي أصلها يا ويلتاه، ويلوز أن يحذفوها. وقول آلد وأنا عجوز، تقول أن يكون لي ولد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، والبعل في هذا الموضع الزوج، سمي ذلك لأنه قيم أمرها، كما سموا مالك الشيء بعله، يعني أصل كلمة البعل بمعنى السيد، وكما قالوا للنخل الذي للنخل التي تستغني بماء السماء عن سقي ماء الأنهار والعيون البعل، سموه البعلي، أشجار البعلية يعني التي وصلت جذورها إلى المياه الجوفية، لأن مالك الشيء القيم به، والنخل البعل بماء السماء حياته. قوله عز وجل عنها: إن هذا لشيء عجيب، يقول إن كون الولد من مثلي ومثل بعلي على السن التي بها نحن لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. يقول الله تعالى ذكره: قالت الرسل لها: أتعجبين من أمر الله به أن يكون، وقضاه الله فيك وفي بعلك. وقوله: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يقول: رحمة الله وسعادته لكم أهل بيت إبراهيم. وجعلت الألف واللام البيت خلفا من الإضافة، بدل ما يقول أهل بيت إبراهيم، هي البركات المفروض أنواع الخير، وجعلها هنا إسعاده يعني. وقوله: إنه حميد مجيد، يقول: إن الله محمود في تفضله عليكم بما تفضل به من النعم عليكم على سائر خلقه. مجيد أي يقول ذو مجد ومدح وثناء كريم.
يقال في فعل منه مجد الرجل يمجد مجاده، إذا صار ذا مجد ومدح وثناء، هي كلمة من الكلمات الدالة على أنواع من الكمال كالصمد وكالقدوس والسلام في معنى النفي. أما المجد فتشمل العظمة والكبرياء والملك وأنواع الثناء. وإذا أردت أنك مدحته قلت مجدته تمجيدا. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. يقول تعالى: ولقد جاءت رسلنا وهم الملائكة إبراهيم بالبشرى، قيل تبشره بإسحاق وقيل بهلاك قوم لوط، ويشهد للأول قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. أقول ويشهد للثاني قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية. فالصحيح أنهم جاءوا ببشرى مركبة، بشرى بولد وبشرى بهلاك قوم لوط، وهي التي بدأوا بذكرها، وذلك أن القوم الذين لا خير فيهم وقد علم الله بقاءهم على الكفر، فمن نعم الله عز وجل إهلاكهم والذهاب بهم ليأتي بعدهم قوم آخرون. يأتي الله بهم ليعبدوه بدل هؤلاء الكافرين. قال علماء البيان: هذا أحسن مما حيوه به، لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام. قالوا سلاما منصوب، قال سلام مرفوع. تقدير سلاما لازم تبقى جملة فعلية، سلمنا سلاما، قلنا سلاما، فهذا يحصل ولو مرة. أما سلام مرفوع يبقى مبتدأ وخبره عليكم، الجملة الإسمية دائما أثبت وأدوم، ولذلك كان هذا من إجابة التحية بما هو أفضل منها. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، أي ذهب سريعا فأتاهم بالضيافة، وهو عجل فتى البقر حنيذ، وهو مشوي شيئا ناضجا على الرضف، وهي الحجارة المحماة. هذا دليل على الغنى الذي صار فيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، قد أغناه الله، فإنه عندما يأتي لأضياف ثلاثة اثنين أربعة بعجل وحنيذ، دليل على أولا يعني بقاء النار موقدة ليحصل ذلك سريعا، وجاء بعجل سمين وحنيذ وهو لا يعرفهم أصلا، ولا شك أن هذا في غاية الكرم والجود، ويدل على أداب الضيافة من سرعة تقديم الضيافة، إن ممكن الناس تقعد بالساعات الطويلة قبل ما تقدم الأكل المطلوب، والناس تبقى عايزة تنصرف لحاجتها، فك
كان إبراهيم سريعا ما أتى، لأنه قال فما لبث، لم يلبث إلا أن فعل كذا، يعني سريعا ما فعل كذا. الأمر الثاني من أداب الضيافة، وقلت قد تضمنت هذه الآية أداب الضيافة من وجوه كثيرة. من وجوه الأداب الضيافة أنه يأتي لهم بالطعام، هو أفضل من أن يقول اذهبوا إلى مكان الطعام. وفي موضع آخر قال فقربه إليهم، الآية التي فقربه إليهم فقال ألا تأكلون، فيطلب منهم الأكل بهذا الأسلوب مع تقريبه إليهم، بدلا من أن يجعله بعيدا فيحتاجون إلى الذهاب إليه. قال حنيذ يعني مشوي بالحجارة المحماة، هذا معنى ما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي وغير واحد، كما قال في الآية الأخرى فراغ إلى أهله، راغ إليهم يعني أسرع برضه، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. قد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة، ذكرنا ما تأثر. وقوله تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، أوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. قال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، تنكرهم استنكرهم، استنكر ما فعلوه، خاف منهم أن يكونوا يريدون به شرا، لعادة الناس أن من أكل طعام آخر كان بينهما مودة. الناس عندنا تقول إيه بيننا عيش وملح، فلما يكون بقى في لحم كمان تبقى حاجة أعلى من العيش والملح. فمن امتنع من الأكل خيف منه، قال تعالى وأوجس منهم خيفة، وذلك أن الملائكة لا هم لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه، فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاءهم به، فارغين عنه بالكلية، فعند ذلك نكرهم وأوجس منهم خيفة. قال السدي لما بعث الله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشي في صور رجال شبان حتى نزلوا على إبراهيم فتضيفوا، فلما رآهم إبراهيم أجلهم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فذبحه ثم شواه في الرضف، فهو الحنيذ حين شواه، الرضف اللي هي الحجارة المحماة، وأتاهم به فقعد معهم، وقامت سارة تخدمهم، فذلك حين يقول وامرأته قائمة وهو جالس في قراءة ابن مسعود. فلما قربه إليهم قال ألا تأكلون، قالوا يا إبراهيم إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن، قال فإن لهذا ثمنا، قالوا وما ثمنه، قال تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره، فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا. طبعا أثر ما
مقطوع بقى يعني من كلام السردي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.